صدمة الاستيقاظ عندي جت بعد فوات الأوان. غادة: ودائما أشعر بالندم وجلد الذات والشعور بالإهانة. حبيبتي، أعرف هذا الشعور، أنه مثلا يمكن أنت استيقظتي في عمر خلينا نقول 25، بينما في ناس حولك استيقظوا في عمر 20، استيقظتي في عمر 30، بينما في أشخاص استيقظوا في عمر 27، استيقظت في عمر 40، بينما في شباب كتأكيد صغار استيقظوا في عمر 30. يعني تخيل إن عمرك 40 وتشوف ناس استيقظوا من عمر 30 وانت توك تفتح، توك تصحى من النوم. ممكن يكون عمرك 60 استيقظت الآن تقول أوه واو، هذولا صغار الكتاكيت، 18 استيقظوا قبل ما استيقظ أنا. فأعرف هذا الشعور، شعور إنه أوه واو أنا متأخر، فاتني الوقت، كان الممكن أني أكون شيء، كان من الممكن أني أغير القصة، كان من الممكن أني أعيش شعور أجمل، كان من الممكن أني أجرب تجارب أفضل، كان من الممكن أعيش المتعة، كان من الممكن أعيش الطمأنينة. أو واو، عشت 20 من حياتي في خوف وفي قلق وفي توتر، وفي الأخير طلعت السالفة كذا. أبغى أقول لكل شخص لديه هذا الشعور، تكلمت عن هذا الموضوع في كتابي لا تقلق، وأدعوكم إلى أنكم تقتنوا الكتاب، صراحة الكتاب جميل جدا. ما كان فيه فرصة وما كان فيه خيار أنك أنت تستيقظ قبل كذا، هذه هي القصة كما هي. ما يعني لا تلوم نفسك أنه كان ممكن استيقظ في عمر 30، كان ممكن استيقظ في عمر 18، لا، هي القصة كذا أنك أنت تستيقظ في هذا الوقت، هي كذا هذه القصة كان يجب أن تكون بهذا الشكل، أنك تستيقظ بهذا الوقت. هل فات شيء؟ أبداً، زيرو زيرو. ما كان، حتى لو استيقظت في عمر 18 ما كنت ستحصل على أشياء اللي كنت تستحصل عليها، ما كان الطريق سيكون مختلف، هذا هو الطريق كما هو. ولا أعتقد أن كل الناس لما يموتون، لما يسوون الإكزت، لما يخلصون الحياة، أعتقد أنه أغلب الناس، أغلب الناس ستكون أدت الطريق اللي مطلوب منها، وستكون أدت رسالة الروح اللي كان المفروض لازم أنها تسويها في هذه الحياة، سواء أدركت أو لم تدرك، سواء كانت نائمة أو مستيقظة، سواء وعت للقصة أو لم تعي، سواء عرفت أو لم تعرف، لكنها أدت الدور اللي مطلوب منها. دك ما في شي فات أبدا، ما في قصة فاتت، ما في فرصة فاتت، ما في هدف فات، ما في علاقة فاتت. هذه القصة كان المفروض أنها تكون بهذا الشكل، وهذا التوقيت كان من المفروض أن يكون بهذا الشكل. لو عدت القصة مرة ثانية وثالثة، ولو أعطيت الفرصة أنك تعيدين القصة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، ستكون بنفس الطريقة وبنفس التوقيت وبنفس المعطيات. ما بشي طار، ما بشي طار، فاطمئني، اطمئني يا غادة. طيب، عادي أمي تنظف إذا هي يعني متابعتني، حاضرة معاي، فاهمة موضوعات التنظيف، مستعدة، يعني عندها القدرة المشاعرية، ممكن. بس أبغى أقول لكم إنه مو كل الناس تقدر تفتح ملفات مظلمة وملفات خايسة. صراحة في ملفات تنفتح توجع، توجع. هل يعني في أشخاص هم في النداء الثالث، في نداء الموت، هم في نداء الموت يقعدون يفتحون ملفات. صراحة ما ودك إنك تكون في هذا الموقف، ما ودك إنه تكون أنت في نداء الموت وعندك ملف خطير ما فتحته في حياتك، ما تبغى، ما تبغى. لكن لما شخص يقول أبغى أنظف، أنا أعتقد إنه جاهز. لما شخص يقول أبغى أنظف، أعتقد إنه جاهز إنه ينظف. أو مايكل جاكسون السعودية. سوري مايكل جاكسون، سوري سوري، ما 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 عندنا هنا لايفات، بس سو لايك، سو لايك بديل. تقولك استيقظت بعمر 20 واستفدت من الصحة حقيقية لما استيقظت الآن بعمر 30. اي صحيح، بعد خلونا ما ننسى نقول انه اليقظة مراحل ودرجات، اوكي؟ في بعض الاشخاص فهم القوانين الكونية يقول اوه واو انا استيقظت، اوكي؟ واحد ثاني يشوفه يقول انت وين، انت وين، لسه قدامك الطريق. ففي اشخاص مجرد ما يشوفون القوانين الكونية، مجرد ما يفهمونها، يحس انه اوه واو
أنا ليش ما فهمت هذا الموضوع من قبل؟ إذا ما كنت تعرف القوانين الكونية أرجوك حط على اليوتيوب قوانين الكونية، أعتقد اسمها قوانين الكونية للموضوع، يمكن قوانين الكونية شرحتها على اليوتيوب في حسابي على اليوتيوب، أو اكتب على جوجل برضو تقدر تحصل أشياء مختصرة ومشروحة. فيحس إنه أوه واو أنا استيقظت أنا بعدين يحس إنه خلاص، يعني خلاص هو خمس نجوم وفاهم وعارف ومضبط الموضوع وكذا، بعدين يبدأ يعني يحط أهداف ويبغى الفيراري الحمراء وشنطة الشانيل وكذا. ليه؟ لأنه فهم قانون الجذب، فهم يعني أوه واو قانون الجذب. بعدين ما تجي شنطة الشانيل ولا الفيراري الحمراء، بعدين شوية يعني كذا تفاجأ تلخبط وما أعرف إيش. بعدين بيفكر لا أكيد في مشكلة، أكيد في موضوع، أكيد في شيء أنا ما عرفت، أكيد شيء أنا ما انتبهت، أكيد كذا. بعدين يبدأ يعترف، يبدأ يقول إيه أكيد أنا مشاعري، أكيد أنا مليان خوف، أكيد أنا. فيدخل في مرحلة أخرى، مرحلة الاعترافات، يقول أوه واو الآن الموضوع واضح أكثر، أوه واو أنا الآن استيقظت في مرحلة أخرى. بعدين يبدأ يقول أوكي طيب أنا خايف، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. يبدأ ينظف الطفولة والمراهقة والخوف والعار واليأس، ويبدأ يزيد من ثقته بنفسه، ويبدأ ينظف كل هالحوسة وكل هالأشياء، وكل يدخل مرحلة يقول أوه واو توني أعرف إنه إحنا هنا. فهي درجات درجات كذا. الشهر هذا راح يكون في ناس يستيقظون بدرجة جديدة مع تنظيف المستقبل، هاي درجة جديدة من اليقظة. تنظيف المستقبل درجة جديدة من اليقظة، ذلك أنا أقول ما يحضرها إلا الأشخاص اللي نظفوا جزئيا أو كليا المستقبل الماضي اللي نظفوا. فلما تنظف المستقبل أيضا ترى هذا مستوى آخر. شفت مستوى لما تعرفت على القوانين الكونية؟ هذا مستوى. لما اعترفت بمشاعرك؟ هذا مستوى. لما نظفت؟ هذا مستوى. لما تخلصت من الطفولة والمراهقة؟ هذا مستوى برضو. تنظيف المستقبل هذا مستوى آخر، مستوى استيقاظ آخر. فراح يكون هذا الشهر عندنا ناس يعني يستيقظون على مستوى آخر. نوال حبيبتي تقول بعد ما استيقظت صار عندي رغبة أني أحدث صدمة استيقاظ أخرى. أو واو أفهم هذا الشعور، أفهم أنه لما تشوفين تقولين أو واو يعني ليش أقعد في هذا المستوى مدام في مستوى آخر؟ ليش أقعد في مستوى واحد مدام أقدر أحصل صدمة وأروح مستوى اثنين؟ ليش أقعد في مستوى اثنين مدام أنا أقدر أكون في مستوى خمسة؟ ليش أقعد في مستوى خمسة مدام أنا أقدر أكون في مستوى؟ خلينا نسوي صدمة، خلينا نحدث صدمة. تكلمت عن هذا الموضوع في نظام الصدمة، أقترح عليك أنك أنت تحضرين نظام الصدمة. وعلى فكرة برضو تكلمت عن هذا الموضوع سابقا، أنه مرات صعوبة الموضوع أنك أنت تبغى تقول للناس اللي في واحد يا جماعة ترى في اثنين، صعب جدا توصل لهم هذا الموضوع. صعب شخص يعني يعيش في مستوى رقم واحد تقول ترى فيه رقم اثنين، ترى الحياة هناك أحسن، ترى الحياة أجمل، ترى هناك في متعة، ترى هناك في شعور جميل، ترى هناك في وضوح. بس ما يفهم، ما يقدر يفهم لأنه ما عاش رقم اثنين. يحس أنك أنت تبالغ، تألف، تنصب، يعني توهم، تتكلم عن شيء يعني من منظورك الشخصي، من إحساس، من تجربتك الشخصية، من 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 أفق معين. صعب صعب تفهم الناس ترى في عشرة وأنت في واحد. تخيل إنه في ناس في الحياة عايشين معك، قد يكونوا بجنبك عايشين في جنة في مستوى عشرة، وأنت عايش في واحد. أنت عايشة في معاناة مع الزوج الرديء، ولا مع الصديق الخسيس، ولا مع العمل التعبان، ولا معاناة مع كذا، ولا تخيل إنه في ناس عايشين عشرة. شلون تشرحها؟ صعب. وشلون تخليهم يقتنعون؟ صعب، لأنهم يحتاجون يوصلون هناك بعدين يشوفون يقول آها الآن فهمنا، الآن فهمت إنه في عشرة وفي تسعة وفي ثمانية، والناس مو عايشين في نفس المستوى، مو عايشين في نفس الطبقة. لا، أنت تشوفهم كأنهم كلهم سوا، كأنهم كلهم عايشين في طبقة واحدة، بينما في الحقيقة لا. الناس طبقات،
في ناس يعني في عذاب، في جهنم، في بهذلة، في معاناة، صياح، مرض، ألم، معاناة، تعب، وفي ناس عايشين متعة وسعادة وناسة ثراء، شي قصة يعني أخرى، قصة أخرى.